روتنبرغ واحدة من أجمل المدن اللي موجودة على الرومانتيك روت. مدينة صغيرة قلت محافظة على الطابع الجميل بتاعها، حواليها قصص كتيرة جدا هنحكيها لكم في كل موقع بنصور فيه. احنا في واحدة من أهم الماستر سين اللي موجودة في المدينة. روتنبرغ أول ما بدأت كإبراشية صغيرة يمتلكها واحد من الأمارات، بدأت المدينة تكبر تخوض مجموعة من الحروب لغاية ما امتلكتها عائلة اسمها عائلة روتنبرغ. العائلة دي عائلة كبيرة جدا كانت منتشرة في أوروبا، وبالمناسبة هي أسست 6 مدن منهم 5 في ألمانيا ومدينة في أمستردام. طول ما احنا ماشيين في حتت كتيرة هنقف نتكلم ونحكي على المدينة، experience جديدة عن السفر لبره. استنوا